السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي العراقية الإخبارية، وحلقة جديدة من برنامج ملعب العراقية. غالبية الأخبار في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي سلبية، لذا نحن بحاجة إلى قصة ملهمة تعطينا ونعرف من خلالها أن لا مستحيل في هذه الحياة، لابد أن نتشبث بالأمل، خصوصا للمصابين بكورونا أو الذين تمر عليهم ظروف صعبة. لذا الجميع عليه أن يتمسك بخيط الأمل وأن يكون عنوانه التفاؤل والثقة بالله عز وجل. في مثل هذه الأيام عام 2007 سافر منتخبنا للمشاركة في نهائيات آسيا، وهو محمل بالهموم والمشاكل وبالكاد يمتلك ثمن تذاكر الوفد. يقود هذا المنتخب مدرب لأول مرة واجهته مشاكل في إقامة المباريات الاستعدادية، ذهب لتلك البطولة الكل يتوقع سيخرج من الدور الأول، لكن ما الذي حصل؟ حصل الذي شاءت الأقدار أن يحصل والظروف، أن يجعل من هذا المنتخب عنوانا للوحدة والتلاحم بين جميع أفراد الشعب العراقي، ومن خلاله أن يزرع الفرحة والأمل في نفوس العراقيين ليحرز اللقب في مثل تلك الأيام. وفي شهر تموز 2007 حدث الذي كان لا يتوقعه الآخرين، اليوم نعيد شريط ذكريات بطولة كأس آسيا وكواليسها، وأثناء البطولة ما الذي حصل، وأيضا قبل البطولة ما الذي حصل مع بعض من صانعيها، بعد هذا الفاصل. العراقي يتابع الان في الدوري الفرنسي في كل مكان، واللعب من اول كره عاليه وعرضيه يروج خطا رحب بكم احبتي المشاهدين مره اخرى مع واحد من ابناء جيل 2007، الجيل الذهبي، الكابتن هيثم كاظم. حياك الله في ملعب العراقيه قناه العراقيه الاخباريه. نشرف بك استاذنا ونشرف على جمهورنا الكريم ومشاهدينا الافاضل. طبعا بالتاكيد طبعا هذا شيء فخر لكل العراقيين وكل الرياضيين، انجاز تحقق في جيل 2007. الحمد لله والشكر، وعندنا كثير من التفاؤل. طبعا نعزي اول شيء نعزي الشعب العراقي وجمهورنا الرياضي وعائلة الكابتن علي هادي وعائلة الكابتن أحمد راضي، الكابتن أحمد راضي بوفاتهم. طبعا هذا طبعا صيب كل الرياضيين وكل الشارع العراقي في هذا المصاب والجلل. اللهم يتغمد رحمته وإن شاء الله في جنات، إن شاء الله في جنات النعيم. إن شاء الله. أيضا ينضم معنا من أربيل لاعب المنتخب الوطني وأحد صناع الجيل الذهبي طبعا 2007 بطولة كأس آسيا، سينضم إلينا بعد قليل الكابتن مهدي كريم. كابتن مهدي كريم حياك الله في ملعب العراقية. يلا بين ما يجهز إن شاء الله كابتن مهدي نتحدث ويا الكابتن هيثم. كابتن هيثم، إنجاز آسيا 13 عام على تتويجه من رحم المعاناة، تدويج تاريخي، تعرف الكثير من الظروف مرت على العراق بذلك التاريخ. حدثنا قبل البطولة وما الذي حصل قبل هذا الإنجاز اللي تحقق. تعرف 2007 يبقى خالد بتاريخ العراقيين. طبعا بالتأكيد إنجاز عظيم تحقق للكرة العراقية تحت ظروف، طبعا عشنا ظروف صعبة وأليمة، وكل الشارع الرياضي والشارع العام كان تعايش مع هذه الظروف. ذهبنا في بطولة غرب آسيا في الأردن، كانت أربع فرق، كانت بطولة تحضيرية للكابتن جوفاني فييرا. اختيار التشكيل أو اختيار عدد الفريق، يعني تعرف أنت كبطولة بطولة آسيا وبطولة مهمة، المفروض يعني أقل شيء إعداد هي 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني يدخل الفريق كإعداد تشكيلة كاملة. أنت ليس تذهب العمان انه تدخل بطوله لاختيار اختيار الوفد، يعني خلال شهر او خلال 35 يوم، يعني الكابتن يعني يظهر بعدد الوفد
ثم يختار التشكيلة ثم يختار الانسجام. مرينا كان غير مكتمل العقد. كان يعني موضوع اختبارات يعني لا أكثر ولا أقل. دخلنا الحمد لله واختار كان اختيار يعني دقيق يعني 90% كان اختيار دقيق تشكيلة الفريق وتوليفة الفريق. طبعا كان قريب عليه الكابتن حسين سعيد كثير من الأمور تفاصيل في عمان. الحمد لله دخلنا البطولة ودخلنا مباريات وهي ودية يعني اعتبر احنا تحضيرية لأمم آسيا. ثم اختار تشكيلة وخرج ب 23 لاعب قائمة نهائية. ذهبنا إلى مباراتين ودية في كوريا مع منتخب الكوري الجنوبي ومنتخب أوزبكستان. مباراتين طبعا خسرناها وسبب واضح مثل ما أعطيتك الطرح الأول أنه عدم الانسجام كان موجود وتوليف تشكيلة الفريق. كانت اكو مشاكل حتى قبل البطولة كابتن؟ كانت مشاكل كثيرة عندنا. احنا يعني ذهبنا للبطولة للمعسكر في كوريا احنا يعني انت ممكن طيت بالتقديمة البرنامج انه ما طريقة السفر وتذاكر السفر كمصرف جيب لاعبين كراسة وفيد كثير من عانينا منها والحمد لله. حتى اعتقد انه كابتن فانيلة اللاعبين ودريز اللاعبين لا يمتلك الا قطعة واحدة. مرينا بظروف يعني كل الصعبة من ضمنها التجهيزات من ضمنها طريقة السفر والترانزيت في المطار 13 ساعة 14 ساعة ويومين ودخلنا خسرنا مباراتين مع أوزبكستان وكوريا. هاي 3-0 3-0 و2-0 وذهبنا إلى تايلاند خوض أول مباراة. راح أجي على تايلاند وقبل أن ندخل البطولة أيضا حصلت حادثة في مطار في تايلاند لبعض اللاعبين. ليش أقول كلها صعوبات كانت؟ كابتن مهدي ينضم لنا واحد من صناع الإنجاز إنجاز 2007. كابتن مهدي حياك الله في برنامج ملعب العراقية وقناة العراقية الإخبارية. الذكرى السنوية تصادف هذه الأيام ذكرى إحرازكم للقب بطولة آسيا وتعرف هذه البطولة التي أدخلت الفرحة على قلوب كل العراقيين ووحدت كل العراقيين وفي وقت شهد انقسامات كثيرة والكثير من الحالات السلبية. أنتم النور في وقت الظلام كنتم. حياك الله حبيبي أستاذ قحطان، تحياتي لك وإلى جميع المشاهدين وأيضا إلى زميلي كابتن هيثم. في البداية نحب أن أيضا نعزي الكابتن علي هادي وأيضا الكابتن أحمد راضي، ربي يرحمهما ويسكنهم فسيح جناته. أكيد يعني بطولة آسيا اليوم إذا نتحدث عن مرور 13 سنة على إحرازنا هذا اللقب وأيضا نحن بعيدين على هذا التتويج من تقريب 13 سنة فهذا يعني رقم صعب. تعرف اليوم المنتخب العراقي أو العراق رقم صعب في آسيا. نتمنى يعني مستقبلا او البطولات القادمه ان يكون هناك لقب اخر يضاف في الكره العراقيه. اذا نتحدث عن المعاناه، نعم كانت هناك معاناه كثيره قبل البطوله ومن خلال تجمع الفريق في عمان، وتعرف انه الفريق بدا بالتحضير يعني غير جيد بسبب انه اغلب اللاعبين كانوا محترفين وفتره البطوله كانت فتره في شهر السابع وهي فتره يمكن بعد قبل الشهر السادس هي فترة راحة اللاعبين بعد خوض منافسات طويلة في الأندية المحترفة يمكن يضم الفريق أكثر من 15 إلى 16 لاعب كان محترف في تلك الفترة. وكان تجمع الفريق في عمان وأيضا كان هناك إضافة بعض اللاعبين واختبار بعض اللاعبين من قبل الكادر التدريبي وأيضا أعضاء الاتحاد اللي كانوا لديهم معرفة كاملة بنوعية اللاعبين اللي سوف يتم إضافتهم للمنتخب الوطني في هذه البطولة. خضنا بطولة غرب آسيا اللي كانت هي يعني على المستوى الفني هي كانت جيدة للفريق العراقي. وصلنا للمباراة النهائية، خسرنا في المباراة النهائية في غرب آسيا أمام المنتخب الإيراني. ومن ثم توجه الفريق بعد إرسال قائمة الفريق إلى الاتحاد الآسيوي وسافر الفريق إلى كوريا الجنوبية لخوض معسكر تدريبي. نعتذر عن هذا الانقطاع، ان شاء الله راح يعود ويانا وايضا نتمنى الصوت يكون اعلى بالاستوديو. شباب كابتن هيثم، الكثير من ايضا العراقيل مرت بكم اثناء قبل البطوله، يعني ما حصل بتايلند مع 7 لاعبين جوازات اللاعبين وعلى
رجال الأمن، أيضا حصلت هذه بعض الكواليس أيضا مع بعض اللاعبين، أيضا حصل هذا الشيء، لم يكن الأمر أو الطريق مفروشا بالورود لكم. أكيد إحنا واجهنا كثير من الصعوبات خلال السفر مثل ما تحدث إليك، وخلال دخولنا قبل دخولنا إلى تايلاند حتى دخولنا إلى كوريا معسكر، كثير من ضمن المشاكل هي بعض الجوازات كانت أكو مشكلة بعض اللاعبين، والحمد لله قدرنا نقدر رأس الرئيس الوفد وتلافى الموضوع مع مدير الفريق، قدرنا نتلافى الموضوع وبإجراءات دخلنا حتى السفير العراقي صار الإجراءات ودخلنا دخلوا اللاعبين إلى تايلاند، تأخروا بعض الوقت. كثير من الصعوبات واجهناها قبل خوضنا غمار البطولة، يعني بطولة أمم آسيا. طبعا هذا الشيء احنا تعودنا عليه، يعني مو موضوع انه فقط احنا قبلها، احنا خلال اربع سنوات من 2003 او 2002 2003 يعني مع المنتخب كثير من الامور تعانيناها من طريقه السفر والمباريات الوديه خارج الملعب خارج ملعبنا خارج يعني نلعب خارج العراق، دخولنا وتحضيرنا كان دائما يكون هو مستعجل او غير جيد للبطولات، يعني من ضمنها كأس الخليج أو آسيا كأس العالم، كان تحضيرنا دائما تحضيرنا غير جيد، يعني مو مسبق مو معد. المدرب جديد، لا المدرب جديد، البعض لم يقتنع من اللاعبين، أنه هناك حتى من الصحافة والإعلام في وقتها قالوا أنه المدرب فقير فنيا، العراق يستحق أن يكون مدرب، لكن البطولة أثبتت العكس بوجود اللاعبين والمدربين تحقق هذا الإنجاز. طبعا كثير من الإعلاميين وكثير حتى من بعض اللاعبين يعني داخل المنتخب العراقي حدثوا عن حتى على الكادر التدريبي انه كادر جوفاني فييرا ما يعني تسريبات او كلام اسمع من بعض الإعلاميين او بعض اللاعبين انه مو هو القائد المنتخب او كان فرناندو هو يقود الفريق، لا انا اشوف انه بالعكس انه كان جوفاني فييرا صدق قائد، يعني معنى قائد كاريزما مدرب وفكر مدرب متطور. يعني كابتن مهدي نتحدث عن المباراة الأولى أمام تايلاند ومن ثم المباراة الثانية أستراليا، تعرف في هذه البطولة لأول مرة أقيمت في أربعة بلدان زائدا المنتخب العراقي يحرسها للمرة الأولى، المنتخب الأسترالي الذي واجه العراق كان يشارك للمرة الأولى، وحتى الكرة التي استخدمت في كأس آسيا كانت من أحد الشركات كانت تستخدم لأول مرة في هذه البطولة، لذلك أعتقد البعض يقول أن العطافة التي حصلت هي في مباراة أستراليا التي بين قوسين كان بعبع لجميع الفرق المشاركة، لكن العراق أطاح بثلاثية. ما الذي حصل في هذه المباراتين تايلاند وكذلك أستراليا ومن ثم حصلت مباراة سلطنة عمان؟ بالحقيقة أستاذ قحطان حبيبي، احنا قبل يعني لا أتكلم على مباراة سلطة على العفو أمام منتخب تايلاند والمنتخب الأسترالي، إذا تحدثنا على معسكر اللي خدناه في كوريا الجنوبية، معسكر يعني حقيقة كان أنه يعني أعداد الفريق غير جيد، المباريات اللي خضناها أمام كوريا الجنوبية وأمام أوزبكستان نتائج سلبية، التحضير يعني كان غير موفق في هذه المعسكر، وأيضا في دخولنا للبطولة إحنا غير مؤهلين على التأهل للدور الثاني، يعني إذا نتحدث عن المباراة الأولى أمام منتخب تايلاند فالفريق إنه لم يظهر بالمستوى المطلوب. مثل ما تحدثت أن الانعطافة الكبيرة اللي حصلت هي في مباراة أستراليا اللي حقيقة أنه كان أداء الفريق في تصاعد وفي مستوى عالي ومن اللياقة البدنية والأداء الفني قدرنا أنه نحقق نتيجة يعني أقدر أقول تاريخية للفريق العراقي هي بثلاث أهداف مقابل هدف، يعني هذه المباراة انطتنا دافع كبير للمنتخب العراقي أنه يوصل إلى مرحلة متقدمة في هذه البطولة. كانت المباراة الأخيرة أمام سلطنة عمان هي مباراة الخيارين، التعادل والفوز هو يأهلنا، لكن احنا كنا مصممين على تحقيق نتيجة إيجابية حتى نكون متصدرين المجموعة ونبقى في تايلاند، تعرف نظام البطولة المتصدر يبقى في نفس البلد اللي
يلعب فيه، فكان هذا من صالحنا، لأن تعرف إذا كنا في المرتبة الثانية راح تكون المباراة دور ربع النهائي في فيتنام أمام منتخب فيتنامي وفي ملعب فيتنام. فكان حرصنا كثير إنه نصدر المجموعة، وحقق الفريق إنه مبتغاه هو صدارة المجموعة. إذا تريد نتحدث عن الفريق الأسترالي، نعم إنه أول بطولة للفريق الأسترالي، وكان ساكن معانا في نفس الفندق. حقيقة الفريق الأسترالي كان إنه تحس إنه جاي لبطولة ترفيهية، بحيث إنه عوائلهم وأطفالهم كانوا ساكنين معاهم في الفندق، يعني صراحة يعني إحنا نشاهدهم معاهم عوائلهم في الفندق، فهذا يعني ما أنطانا دافع كثير إنه الفريق الأسترالي لن يكون يعني مهتم في هذه البطولة. معنا أيضا عبر الاتصال الهاتفي أيضا نجم واحد من نجوم هذه البطولة ونجوم المنتخب العراقي، الكابتن باسم عباس. كابتن باسم حياك الله، اليوم نستذكر في مثل هذه الأيام طبعا ذهابكم إلى بطولة كأس آسيا ومن ثم إحرازكم بطولة كأس آسيا، كيف تقرأ في الذكرى 13 لهذا الإنجاز ما تحقق؟ حبيبي كابتن، أنا سعيد كابتن على الأخوة الأعزاء الكباتن هيثم ومهدي كريم. حياك الله كابتن، مساء النور. الله يسلمك، فرصة جميلة أن نتكلم بهذا الموضوع، لأنه تعرف آسيا هذا كان مصير بالنسبة لنا كمصير عراق، وليس منتخب عراق فقط، وإنما الشعب العراقي كان ينظر إلا بالإجماع أنه كيف راح نقدر نفرح الشعب العراقي بهيك فرصة بهيك مرحلة صعبة كان يعيشها العراق بأجواء مختلفة. أكيد كان أكو طائفية وقتل وسرقات وكثير من الأمور، قلنا قدرنا أن نوحد الشعب بطريقة صعبة جدا كنا نعاني منها من خلال مسيرتنا وخلال معسكراتنا قبل الذهاب إلى كأس آسيا. بصراحة ما كنا نتوقع أنه راح تصير الأمور بهالمجرى هذا، والأمور كانت يعني نوعا ما صعبة، كون أنه لا يوجد دعم، وكون أنه الدولة كانت ليس بالمستقرة حاليا، وإنما كانت الأمور كلها يعني مخربطة، فما كنا نتصور أنه راح توصل لهذه المرحلة. لكن اللاعبين أكيد يمكن كابتن هيثم ومهدي يعرفون بهذا الموضوع، كانت أكو مشاكل قبل وصولنا إلى كأس آسيا للبطولة، فقدرنا أنه خلال مرحلة قصيرة جدا أن نوحد اللاعبين ونفوسهم ونتوحد كنا ونتحد لخوض هذه المباريات لأجل العراق فقط وليس لأجل أسماءنا إحنا، وإنما الشعب العراقي كان ينتظر فرحة من عندنا. فكانت يعني بصورة عامة الأجواء صعبة. كابتن من هي المباراة الأصعب عليكم كانت بهذه البطولة؟ والله شوف بصراحة هي المباريات كلها صعبة يعني كلها حاسمة وكلها حساسة، لكن أنت تعرف يعني أكو أدوار مهمة، يعني مثلا كوريا الجنوبية كانت دور مهم إنه نتغلب عليه حتى نتأهل، بالإضافة لهذا كانت أستراليا يعني ايضا السعوديه، فكانت المباراه كلها صعبه، يعني ما كنا نعرف انه المنتخب هذا راح نتقابله ونلعب وياه، ما عندنا فكره كامله عليها، لكن الفكره هي الوحيده كيف نتقابل. بس احنا كنا نعاني صراحه، كنا نعاني كون انه كل مباراه كانت صعبه بالنسبه لنا وضغطت علينا كثير وكبيره من قبل الاعلام ومن قبل الكادر والاتحاد والجمهور. فالصعبة أنا بالنسبة لي كانت مباراة أستراليا وكوريا، يعني هاي المباراة كانت صعبة جدا. كابتن، الدروس المستخلصة من هذه البطولة وممكن أن يستفاد منها هذا الجيل الحالي، لأن اليوم إحنا نحاول أن نبث الحياة والأمل من جديد وأن نبتعد عن الأخبار السلبية وأن نفكر أيضا، العراق مر بظروف صعبة جدا 2007 قد تكون السيارات المفخخة ما شابه ذلك، الوضع المتعب، اليوم نحاول من خلالها أن نعيد الأمل من جديد وأن نعطي أمل من خلال استذكار هذه البطولة، الدرس اللي ممكن نقدمه أيضا للجمهور وللجميع. يعني نقاط مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الحالي، يعني النقطة الأولى أنه هو يضعون بعين الاعتبار أنه الشعب العراقي والعراق هو بالدرجة الأولى، والأمر الثاني هو توحيد نفوس اللاعبين والتكاتف، تكاتف الجميع حتى يقدرون أن يوصلون للهدف. والنقطة الثالثة هو الإعلام، إلى دور مهم
جدا خلال المرحله القادمه، كونه هو يعطي النفسيه للاعب والاريحيه خلال تقديمه داخل الملعب من مستوى او من تفكير او ذهن او تركيز داخل الملعب. اليوم الاعلام يعني تعرف اللاعب يتحسس من الاعلام، يتحسس من كلام الجمهور. اليوم اذا كانت كلمه طيبه كان من يكون من الاسماء حتى لو كان مستوى ليس بالمطلوب، وانما الانتقاد يكون بعد البطوله ليس بالبطوله او قبل البطوله حتى يقدر اللاعب يركز يعني خلال مسيرته خلال البطوله. انا اتمنى صراحه اتمنى يعني كنت اتمنى انه نعيش هذا الدور او هاي المرحله كاس اسيا ذيك اجواء، تعرف ليش؟ يعني الاجواء اللي يعني كامان كامور ماديه متوفره، تحريه داخل الملعب تحركاتك واللعب وكثير من الامور توفرت للاعبين او الجيل هذا ما توفرت للجيل، لانه عشنا ايام صعبه بوقتنا والحمد لله قدرنا نشوف. لكن اتمنى انه هذا الجيل اليوم هو متوفر كل الامور اللي هو يحتاجها، واعتقد مو بس هذه طاقه الامور اللي يحتاجها هو اساسا، المفروض هو اليوم يحقق انجاز ويعيد انجاز كاس اسيا ويعيد ويحقق انجاز ويكمل مسيرتنا في 2007 للتاهل لكاس العالم. نتمنى هذا الشيء انه يوضعونا الان لاعتبار هذا الجيل ان شاء الله. كابتن باسم عباس نجم منتخبنا الوطني الفائز بكأس آسيا، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تكون ويانا في الاستوديو عن قريب في لقاءات عن هذه البطولة بالتحديد التي أفرحت كل العراقيين. كابتن هيثم، تحولنا إلى الدور الثاني فيتنام من ثم كوريا الجنوبية، هذه المباريات ما الذي حصل في تلك المباريات؟ طبعا مثل ما تحدثوا طبعا زملائي كابتن مهدي وكابتن باسم، انطلاقة كانت بعد استراليا، كان طموحنا هو نكون المركز الاول. استقرارنا في تايلاند لان يذهب ان نظام البطوله الثاني يذهب الى 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 غير دوله او البلد الثاني، لكن الحمد لله قدرنا نحافظ على المركز الاول وخضنا المباراه. اعتقد كانت مباراه هي اسهل مباراه بالنسبه فيتنام. فيتنام هي اسهل مباراه اللي خضناها في كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه كانت اصعب المباريات، هي شوف الفاينل كوريا الجنوبية كان هو مباراة كل الصعبة اللي خضناها امام كوريا الجنوبية. كان فييرا يميز بين اللاعب الاساسي واللاعب الاحتياطي ام الكل يحملهم المسؤولية؟ بالاضافة طبعا وجود الكابتن حسين سعيد وناجي حمود رئيس وفد ونائب رئيس وفد، كانت توجيهاتهم وما هي الرسالة التي كانت تصلكم من العراق؟ طبعا الشق الاول هو كابتن فييرا كان عنده يعني بفكره 13 لاعب او 14 لاعب. دائما هو يبني التشكيله، يبني التشكيله والتغييرات واضحه، عند كان معتمد على 14 لاعب على 15 لاعب بالتشكيل. تمييز ماكو، هم كلهم كان كل اللاعبين يحبونه وكانت علاقته بينا كلش طيبه مع اللاعبين. يعني حتى الكثير من الامور الملاطفه والشقه يعني الكادر التدريبي مع اللاعبين. بالنسبه للشق الثاني هي الرساله كان يلقيها لنا الكابتن ناجي حمود وكان رئيس وفد. مدى تاثيرها كان كلش عالي، يعني تصور ما عرفتوا من هذا الشخص؟ تصور انه هو اللي يلقي الرساله اللاعبين كلهم يعني كلها يعني بكاء، يعني يدخل المباراه احنا يعني انا اقول لك البرازيل نغلبهم يعني بهيك. ما عرفت من هالشخص؟ قلنا له يعني قلنا له يعني قد ما من قبل يقول هذا شخص يدز لي اياها وانتم سمعوها وبعدين اقول لكم. كان يقراها بشكل مؤثر، تاثر بيكم. كان القاء مالته، الالقاء مالته كان جميل جدا، توصل يعني دائما هو مرات نلاحظ الشاعر من يلقي الالقاء ماله يدخل باذان المستمع، فكان الالقاء ماله كلش يعني رائع، تدخل يعني قلب اللاعبين وعقل اللاعبين، يعطيك يعني امور اذا يعيشها الشعب وظروف الانفجارات والانتظار للمباراه كثير من شوف اللاعب يشوق للمباراه، يقول هسه يعني احنا نقول هسه كنا نلعب هسه ندخل المباراه حتى لين نبرد نسبح هسه كنا ندخل المباراه. فالحمد لله يعني كانت رساله كلش ايجابيه للاعبين. كابتن مهدي، الان نستذكر امامنا بالشاشه مباراه امام كوريا الجنوبيه، قبل هذه المباراه رساله وصلتكم من احد الامهات بسبب استشهاد ابنها قبل المباراه، اللي كان يشاهد المباراه في احد المقاهي وصار حادث ارهابي واستشهد. هذه الرسائل كيف استقبلتموها ومدى تاثيرها؟
بالحقيقة حبيبي أستاذ قحطان، إحنا بعد كل مباراة ونتيجة إيجابية تصلنا مع الأسف إنه أحداث غير جيدة خلال تفجيرات يعني على الشعب العراقي. يعني تعرف بعد كل مباراة إحنا نشاهد الشعب العراقي يفرح، يطلع بالشارع، يعني يعبر عن فرحته بتحقيق الفوز في للمنتخب الوطني، ونسمع يعني كثير من التفجيرات اللي حصلت، والرحمة والمغفرة لجميع الشهداء اللي صفوا في هذه التفجيرات. لكن هذه الحادثة يعني أثرت تأثير كبير في نفوس جميع اللاعبين أن يحققون اللقب وإهداء إلى روح الشهيد، وهذه الوالدة اللي سميناها والدتنا بالحقيقة، وفعلا تحقق هذا المراد. وأيضا يعني بعد وصولنا إلى بغداد إنه شاهدنا هذه يعني الأم والوالدة اللي حقيقة بالاحتفال كانت موجودة، يعني لبت الدعوة، وكان في ذاك الوقت كان رئيس الوزراء سيد نور المالكي، إنه كانت موجودة هذه الوالدة، وأيضا إنه كان هناك تكريم لهذه الوالدة. نعم إنه كان يعني خبر محزن ومؤسف ومؤلم إنه في تلك الفترة، لكن الفوز خفف عنا بعدما أهدينا الفوز إلى الشعب العراقي روح الشهيد. نعم إحنا يوسفنا في تلك الفترة في يعني 2005 و6 و7 كان البلد غير مستقر، لكن في تصوري وفي تصور الشعب العراقي أن هذه البطولة هي عادة الروح للعراق، عادة الروح للشعب العراقي، عادة تكاتف الجميع في تلك الفترة. هذا يحسب لجميع الوفد اللي كان موجود في البطولة. تعرف حقيقة في تلك الفترة أستاذ قحطان ما كان هذا الإعلام ومواقع التواصل والحدث يوصل بدقة عالية وبصورة جيدة، لكن تعرف 2007 يمكن توصل الأفراح والمعلومات يعني متأخرة. إذا كان هذا الانتصار والفوز بالفترة الحالية لا كان هناك يحدث طفرة نوعية بالكرة العراقية. طيب كابتن أسألك على المباراة النهائية، إيش صار بمنزع اللاعبين قبل المباراة؟ يعني هيك أريد باختصار مباراة السعودية والعراق. باختصار إذا أريد أقول لك إنه بعد انتهاء مباراة كوريا الجنوبية أنا حسيت خلاص اللقب صار عراقي، أمانة الله. يعني بعد الفوز في مباراة كوريا الفريق تحس انه خلص انه حقق المطلب وحققنا الفوز. ما كان في بالي في تصور هناك المباراه تذهب بالتعادل او ضربات ترجيحيه. خلص انا حسيت انتهت المباراه بفوز الفريق العراقي. فقط يعني شلون اني اوصل لك اياها، فتره وانه نرفع الكاس، يعني خلص ان الفريق العراقي وصل لمبتغاه، وصل للمباراه النهائيه، على الرغم انه ما كنا مرشحين، لكنه شفت المباراة يعني كل الشعب العراقي وكل الرياضيين وكل الوسط الرياضي يجمع انه كل المنتخبات الوطنية ما قدمت مباراة 90 دقيقة نفس المستوى. يمكن تقدم شوط او 60 دقيقة من المباراة، لكن احنا 90 دقيقة الفريق كان نفس الروح، نفس النفس، نفس الأداء، نفس المستوى. كنا اصرار على تحقيق هذا اللقب. اللي اريد اوصل لك معلومه، واتمنى انه استاذ قحطان من خلالك يعني الفوز ما يجير لشخص واحد. الفوز يجير لكادر تدريبي، اتحاد، مجموعه اعضاء اتحاد، 23 لاعب كانوا موجودين. هذا الانجاز ما يجير لشخص واحد. اتمنى انه هذه النقطه انه تتحدث بها الان هذه استاذ قحطان. لذلك هسه قدر الامكان احنا تعرف اليوم هذه الحلقه اكيد بالايام المقبله احنا حتى نوصل الى اليوم 29 راح نقدم بعض الحلقات لنبث الايجابيه بهذا الجانب كاس اسيا، وان شاء الله يكونون بعض يعني الصانعي الانجاز من الملاك التدريبي، من اللاعبين الى اخرين. ايضا ينضم ان لاعب آخر الكابتن كرار جاسم من قدم مستوى رائع في هذه البطولة وقدم نفسه للعراق وحتى للعرب ولآسيا، وكان قريب قاب قوسين أو أدنى من الاحتراف في أوروبا. كابتن حياك الله في ملعب العراقية، ذكرياتك مع هذه البطولة. السلام عليكم حبيبي توقع طبعا أخوي العزيز.
حبيبي طبعا الكاتب. انا اشكرك على هاي المناسبه اللي خلتني اسمع صوت ابو زينب اخويا وحبيبي وكابتن هيثم ربي يحفظهم. فاتك باسم عباس همين قبلك. باسم همين كان موجود. فاتك باسم. تحياتي لابو علي. ربي يحفظكم ويسر عليكم. حفظك حبيبي كرار. والله حقيقه يعني اليوم رجعتنا الى 14 15 سنه لورا. حقيقه يعني دائما تعرف يعني المتابعين والناس يعني يذكرون هاي المباراه بالخصوص مو البطوله. المباراه هي الاخيره يعني دائما انا اتابع الفيس انستغرام دائما اي ملخص للمباراه الاخيره. هي مباراه شلون تعتبرها؟ قتاليه بدائيه يمكن اضاف يعني الكل مشترك يعني هي كلمه لاحظ يعني هي ببالي انه من اجتماعنا سوينا حلقه قبل المباراه فقلنا انه هاي المباراه حياه او موت بالنسبه لنا نموت يعني لازم نفوز ليش؟ لان هو السبب الرئيسي تعب شعبنا وكنا نمر بظروف يمكن صعبه جدا صائبيه او غير امور والوضع الامان يعني كلها منتظره هذه الفرحه وحقيقه يعني يمكن الله سبحانه وتعالى يمكن هو ساعدنا ودعوات العالم يعني انا بيومها الفرق الساعة تدري يعني بيننا وبين العراق حوالي 9 7 اتصلت بشخص قريب علي قال لي كلها بالامام واحد يقول للثاني ادعو للمنتخب يعني حتى هو اللي طالع من بيته رايح انه يدعو للمنتخب يعني شوف انه مو بس العراقي اللاعبين اللي كانوا متكاتفين حتى الشعب يعني من الكل تنجمع على فد شيء تحققه والله سبحانه وتعالى يعني يوفق الكل والحمد لله. كابتن كرار اصعب مباراه كانت لكم بالنهايه بالنسبه لك باسم قال مباراتنا امام كوريا الجنوبيه كانت الاصعب والله هي حقيقه سويت فينا جلطه هي هاي المباراه دمرت العالم بس حد يعني لا اقول يقول مباراه كوريا سكر مينا من وراها لان حقيقه هي البنالتي يعني مال كابتن حيدر عبد الامير تحياتنا له ايه شويه اذتنا ولذلك لذلك حيدر قلت له انت تكون ويانا قال هاي المباراه وقفت قلبي لا حقيقه احنا يمكن الولد يعيدون احنا من بعد مباراه استراليا حقيقه ما كان عندنا يعني مو الامل انه نتاهل بس عندنا امل انه نصعد حتى بعد مباراه استراليا الكل تفاعل نوصل للنهائي الكل عزم يعني اللي نوصل المباراه النهائي كابتن كرار احنا بالايام المقبله راح نلتقيك ان شاء الله ونخصص مساحه اكثر لك بهذا الجانب راح نحكي قبل البطوله وبعد البطوله واللي صار ايضا بالكواليس هاي يعني شلون نقول هاي مقبلات الاتصال تحياتنا لك حبيبي نجم المنتخبات العراقيه ونجم طبعا الاحتراف في الوكره في الدوري الايراني الكثير من الدوريات كابتن كرار جاس كابتن هيثم كنت تقول اصعب كانت حتى تايلاند كان كل الصعبه اصعب مباراه كانت انا مو مباراة وفريق المستضيف فريق البلد المستضيف كانت مباراة كلها صعبة انه مباراة تمنيت تكون بيها شوطين كانت السعودية السعودية اي تعورت اني انصابت مباراة فيتنام صار تمدد برا باطل انسي فاهلني فرناندو خلال اسبوع 10 ايام قال ادخلك تعبر كوريا اذا اشتغل زينا كوريا ورا السعودية تقعد على المستوى لو تلعب اساسي لو تقعد تشترك شوط ثاني فقال تدريب مالته صبح ومساء صبح ومساء مسبح حديد مسبح حديد لاستيك خلال اسبوع دخلت ويا الفريق يعني قبل مباراه النهائي انا خلال يومين دخلت ويا الفريق بالتدريبات فجاء سالني قال لي ها كابتن تقدر تشوف نفسك قلت له اقعد على المصاب تحتاجني اقدر ادخل العب قال اوكي براحتك دقيقه تقريبا 79 80 قال لي قوم سوي حمام قلت له ما اقدر العب مباراه السعوديه مباراه السعوديه قال لي ليش هيثم قلت له ما اقدر قلت له هاي المباراه لازم انزل اقاتل مباراه غالبين واحد وما اقدر العب حسيت نفسك ما المسؤوليه 100% يعني يعني كل المباريات مسؤوليه بس هاي مسؤوليه اكثر اكبر وانا جاهزيتي مو 100% وانا لازم انزل لازم اقاتل لان الفريق يعني زملائي يقاتلون انا باع عليهم او بعدني ما جاهز قلت لاعب افضل من يمي
قال يعني قلت له انا ما اقدر العب لاعب اجهز من يمي اعتذرت اي ما لعبت قلت له لعب لاعب اجهز من يمي انا ما شنو كان رده فعله من تعرف انه بعض المدربين يقول لك هذا اللاعب قد يكون خاف لا وتردد لا أنا هو كان شنو يدري يعني وكان حتى من صاب التصريح قال هيثم بلاعبين طلع الاعلام الاعلام العربي والاعلام العراقي قال خسرت لاعب بلاعبين يعني من انصابت يعرف بي وشجاعتي داخل الملعب لكن حرص على الفريق انه اكو لاعب يقول لك انا قلت العب يلعب حتى لو مصاب يلعب بس ما يؤدي فينتقد زملائي يخسرونه والاعلامي راح يتحدث عليه والنقد الرياضي راح ينتقد هذا اللاعب انت مصاب ليش تلعب انت مصاب تحس نفسك ما جاهز قل له ما جاهز فانا قلت له بشجاعتي قلت له انا ما اقدر العب ما جاهز شوف لاعب اجهز من يمي فلاعب يمكن كوبي وقتها احمد عبد العال اي لعب كوبي ودخل مباراه فما اشتركت انا كابتن مهدي انت من تألقت انت في كل المباريات تألقت لكن في هذه البطوله علامه فارقه وبعدها احترفت في الكثير من الدوريات بعد البطوله هل لاقى المنتخب العراقي الاهتمام بحجم هذه البطوله واليوم اللاعبين تعرف لاعبين كاس اسيا اغلب اللاعبين يعني البعض نال استحقاقه والبعض لم يحصل على استحقاقه اي نعم بالتاكيد يعني صار هناك اهتمام كبير بالفريق العراقي بعد تحقيق اللقب تعرف انه حتى يمكن اذا اريد نتحدث يمكن دوله الامارات صاحبه فضل كثير على هذا الجيل بالاحتفال والتكريم للفريق العراقي هناك كانت دعوه من الشيخ محمد بن راشد للمنتخب الوطني لاقامه احتفاليه في دبي بسبب الجالية العراقية الكبيرة اللي موجودة في دبي وبالفعل يعني صارت الاحتفالية وصار التكريم للفريق العراقي تعرف احنا في شرق آسيا ومسافة بعيدة عن العراق لن توفر لنا طائرة خاصة لاسترجاع الفريق العراقي لبغداد صار الاحتفال في دبي ومن ثم الانتقال إلى العاصمة الأردنية عمان أيضا صار هناك احتفال مع الجالية العراقية وأيضا كان موجود الفنان كاظم الساهر لإقام حفلة للمنتخب العراقي ومن ثم توفرت طائرة خاصة للفريق العراقي نقلتنا إلى بغداد وصارت الاحتفال مع شعبنا العراقي في مطار بغداد وفي ساحة الاحتفالات طبعا هذه معلومة أستاذ طعطان أنه إحنا وصلنا إلى بغداد تقريب ساعة 2 الظهر صارت الاحتفالية تقريب ساعة 4 العصر في بغداد وصار البث المباشر للشعب العراقي تقريبا الساعة 12 بالليل انه الاحتفالية مباشر لكن انه هذه كانت تسجيل للخطورة الأمنية وحفاظا على سلامة اللاعبين يعني كان هناك استقبال من كبير ومن الدولة العراقية وايضا كان هناك تكريم واحتفال بجميع اللاعبين تقريبا يمكن بقت الفترة يومين او 3 أيام الاحتفالية ومن ثم تكلموا معنا يعني رئيس الوزراء هذه الطائرة الخاصة سوف تنقلكم مرة أخرى إلى عمان اللي يحاول إنه يسكن في عمان يمكن أكثر من 10 لاعبين بقوا في بغداد تعرف عوائلنا كانت موجودة بقيت في بغداد ومن ثم انتقلت إلى عمان صراحة كان الوضع صعب جدا في بغداد وأكيد صارت فرصة الاحتراف في ليبيا ومن ثم قطر كابتن بهذه الدقائق الأخيرة الأربع دقائق الأخيرة استلهام اليوم هذه الذكرى من هذه الذكرى نستلهم أنه الأمل وزرع الأمل بين نفوس العراقيين تعرف عندنا الكثير من الإصابات بفيروس كورونا الوضع الاقتصادي أيضا لبعض العراقيين مو تمام واليوم بهذه الذكرى هي محاولة إعادة الأمل لا شيء مستحيل بوجود الله سبحانه وتعالى وهو مغير الأسباب ومسبب الأسباب كيف أن نعود بهذا الأمل من خلال إنجاز عراقي نستذكر أو نضيف إلى استذكار 2007 استذكار أيضا للمنتخب العراقي الوطني وأنت أيضا اليوم تعمل في الجهاز الوطني للمنتخب العراقي أستاذ حطان حبيبي تعرف أن بعد بطولة آسيا خضنا بطولة آسيا 2011 اللي أقيمت في قطر و2015 أيضا و2019 كل البطولات أتصور أنه الفريق قدم فيها مستوى عالي جدا يمكن 2011 كان الفريق الأنضج أنه يحقق لقب هذه البطولة لكن أنه تعرف الدقيقة أمام فريق أستراليا دقيقة 119 يمكن خرجنا من البطولة
بطولة استراليا 2015 فريق وصل نصف النهائي. وايضا في البطولة الاخيرة الفريق قدم مستوى طيب وقدر انه يحافظ يعني على سمعة الكرة العراقية. كابتن بهاي الثواني لان ما بقى عندي وقت، عفوا ان شاء الله عندنا لقاءات هواية وياك واحنا مشتاقين لك صار فترة تماما. كيف يعني نعيد الفرحة من جديد عن طريق المنتخب الوطني بهاي الثواني القليل؟ احنا قادرين، احنا الان متصدرين مجموعة تصفيات كأس العالم وتأهلنا على كأس آسيا قريب جدا. ان شاء الله تحضير، وتعرف 2023 هي كأس آسيا، اتمنى انه يكون تحضير جيد لهذه البطولة قبلها تسبقها انه الفريق ان شاء الله يتأهل الى كأس العالم ان شاء الله. كابتن هيثم، من هذه الذكرى كيف نعيد الفرحة الى الجمهور العراقي عن طريق المنتخب الوطني ب 30 ثانية؟ طبعا بالتأكيد وتحضيرنا الى كأس العالم مثل ما قال كابتن مهدي، وكثرة المباريات ومباريات تكون على مستوى عالي تأهلنا ان نكون احد اعمدة المتأهلين الى كأس العالم، ومن ثم هي كأس العالم هي أمم آسيا. الخطوة الأولى أمم آسيا، إن شاء الله الخطوة الثانية هي تأهلنا لكأس العالم، نشوف نحن فريقنا الأقرب إن شاء الله للتأهل إلى كأس العالم إن شاء الله. سعيدين بحضورك وبرغم أنه بعض الظروف العائلية أيضا اللي مرت بك، سعيدين بحضورك كابتن هيثم واحد من جيل 2007 وصانعين للإنجاز. شكرا جزيلا لحضورك كابتن. أيضا شكري الجزيل للعزيز الكابتن مهدي، بالرغم أنه أعرف بعض الظروف لكن اليوم أعطانا مساحة في برنامج ملعب العراقية. أشكر هذا الوقت كابتن مهدي وأتمنى لك كل التوفيق حبيبي والسلام. اعتذرت عن كثير من اللقاءات مع اخواني، ايضا اليوم جمعتني الكابتن هيثم وباسم عباس وكررت الاتصال. شكرا جزيلا لك، واتمنى يا رب انه يعم الامن والامان على الشعب العراقي ونخلص من هذا الوباء اللي فقدنا اعزاز علينا ان شاء الله. كما ايضا اشكر نجم المنتخب العراقي كرار جاسم اللي انضم لنا عبر الاتصال الهاتفي، والكابتن باسم عباس. اليوم استذكرنا هذه الذكرى المهمة بتاريخ العراق عام 2007، يومها رفعوا اسم العراق عاليا ووحدوا العراق، وبالتالي زرعوا الفرحة على جميع وجوه العراقيين. نتمنى هذه الفرحة أن تتكرر وأن نستبشر خيرا بالأيام المقبلة وأن تزيل هذه الغمة على جميع الإنسانية وبالعراق خصوصا. ألقاكم على خير، قحطان المالكي في أمان الله.